فذكر ما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. نبيان وقرآن ننيتو بنعمة رب ساسران ترويتيون لونيم. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. أيدي وإذا شاعر انتظاركم فدباني دحادثي دمر. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. توايا تاسو انتظار كوايا زم تاسر دا انتظار كون كنير. أم تامرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. آیا حكم وركي ديتا عقلون ذري پري خبرو بلکی دادی قوم سرکشان. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. أي دي داوي دا قرآن دزان جوكره بلکی دي ایمان روڑیم. فلياتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. نراجو لدي يو خبران دي پشان كدي رشتنين. أم خلقوا من غير شيء أم هم المخالقون. اے دی پیدا کرشی بغیر صد فیرین آو کدی پیدا کرن کی دی دخبل زاننوم. ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون. اے دی پیدا کری اسمان نوزمکا بلکی دی یقین لرین. ام عندهم خزائن ربکا ام هم المسیطرون. آئے دری سر اختیارات دی دا خزانو در افستاو کن دی مقر کرشی دی بائے باندے. ام لہم سلمون یستمعون فی فلیات مستمعون بسلطان مبین. آئے دی دا پارا سانتا فائشتر خطلو چوکی دی بائے کے نراد اوڑی دعوک ان کے دعوری دلو سدلی اخکاران. أم له البنات ولكم البنون. أي الله الذي لني وتاسل ذي زامن ويم. أم تصلهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أي تقعد نبي دينا سيوا ديد تاوان دوجنا درانشيم. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. أي ددي سرا وحي راضي ودي لكي أيلران. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. آيدي غاري مكر كول ناكسان شكفر كري دري مكرون باب كمزور كريشيم. أم لهم إله غير الله سبحان الله أما يشركون. آيشتري دي لر حق دار دبند غير سوان پاک دے اللہ داغنا شدی و سر شریکائن جوڑیم. وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا صَحَابٌ مَّرْكُومٌ. اکوین دی اور ٹکڑا دا اسمان نرا پری ہو تن کے دیوئی داوری اللہ لاندے باندے. فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُسَقُونَ. نو پرید دی لرا ترائے چھ مخامخ بشی دائر و سرائے شپائی کبھدی بے ہوش اکڑیشی. یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا ہم ینصرون. او دا سرزی نبشی دفکول ددینا دری چل والحس شیئا نبدی سرا مدد کے دیشی. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. او یقیناً دا ظالمان دا پارا عذاب شترے مخی دا دائی رزینا ولیکن اکثر دا دی پوین لریم. وَاسْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِعَيُنِنَا. نو صبر کوا در فیصلی تا یقیناً تزم پسترگو کے. وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُوم. او تسبیح آئے سر دستائن در افسانا کلش ادرے گی. وَمِنَ اللَّيْلِ فَصَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ النُّجُومِ. اور شپے پر ٹکڑوں کے امداللہ تسبیح آیا اور پوخت شاگر زولو دستوروں کے.